هنادي كانت هايله. صوتها مؤثر جدا جدا يعني. ويعني رغم ان دورها كان صغير هي كانت ضيفه شرف. كانت جايه معانا بصراحه نورتنا. هايله وبصراحه نورتنا في المسلسل يعني. جت عملت مشهدين والصوت الفويس اوفر ده اثر فيها قوي. انا ما دخلت الاستوديو كلمتيني في موضوع يخص شعرك. يا نهار ابيض بجد. انا حقيقي وحسستيني انه البرنامج مهم بالنسبه لك جدا. انا كلميني عن شعرك شويه. والله انا عايزه اقول لك ان انا مش بعمل شعري خالص يعني. انا معظم الوقت ما بعملش شعري. ما بتعمليش شعرك خالص؟ يعني انا معظم الحاجات اللي في يعني في شغلي دور مستحمل ان انا البس باروكه بلبس باروكه عشان انا بخاف على شعري جدا. دي معلومه جديده دي. لا الناس عارفه ان انا بخاف على شعري. بتخافي على شعرك؟ جدا يعني بخاف على شعري قوي وبخاف يبوظ وكده ويقع من ال من ال هو في التصوير بيقعدوا يهلكوا الشعر جدا. فببقى على قد ما اقدر بحافظ عليه. فانا ان انا عامله شعري النهارده ده عشان البرنامج عشان خاطر البرنامج وعشان خاطر انا طالعه معاك في التلفزيون. انما انت بتحرصي انك ما تعمليش شعرك كتير. لا انا ما بحبش عامه. احنا ما بنحبش عيلتنا كلها ما عدا اختي الصغيره بتعمله على طول. انا وفرح ما بنحبش نعمل شعرنا قوي يعني. وبعدين انا شعري اصلا كيرلي في الحقيقه. فانا كده عاملاه عشان لو طلعت كيرلي هيبقى شكله مش حلو معاك يعني في البرنامج. بيبقى لا بيبقى ضخم. ايه بيبقى كارثه افريقي كده. انا ببقى بشيل هم لما بروح البحر ولما بروح المنزل اللي قدام اي حد محترم. بخاف اطلع عشان بعد ما بينشف بيبقى بطريقه مش الطف حاجه يعني. وهو الاستاذ احمد في البيت بيشوفك كيرلي على طول؟ لا يعني بيشوفني بس هو بيحبه عادي يعني. هو بيبقى عامل زي علي ربيع لما بينشف من الميه بس. ده حقيقي يعني. بيبقى مع ان علي شعره تحفه بس هو على بنت بيبقى مش حلو. هو على ذكر احمد، هو انت فيكي نفس العيب بتاع احمد اللي هو ايه؟ انه اهلاوي. بص انا هقول لك الحقيقه. انا كنت زملكاويه وبعد كده هو خلاني اهلاويه بالعافيه. وبعد كده بقيت اهلاويه عادي. وبعد كده قلت له انا ما بشجعش الكوره. يعني هو ضحك عليكي؟ هو قال لي ما ينفعش تبقي زملكاويه. ليه؟ قولي لي شرح لك الموضوع ده يعني ازاي اقنعك انك تسيبي نادي الزمالك. النادي الجبار. قال لي ما ينفعش. نادي القرن، بطل العالم، مدرسه الهندسه، كل ده وتبقي اهلاويه. ما هو في الاول قال لي ما ينفعش قدام الناس تقولي ان انت زملكاويه خالص. قال لي زملكاويه ما ينفعش قدام الناس. دي حاجه عيب يعني؟ قال لي لا عشان هو اهلاوي قوي. ما ينفعش ان انت تبقي زملكاويه. فقلت له طب يعني اعمل ايه؟ ماشي خلاص انا ممكن اقول لهم ماليش في الكوره. لا تقولي اهلاويه. ده من تحكمات الزوج يعني. هو يعني هو عشان اهلاوي بيحب الاهلي جدا. وانا ماليش في الكوره اصلا يعني. انا ما اعرفش قوي اللعيبه، بعرف ناس معينه مش كلهم. فقلت لهم ماشي انا تمام، اصل همشي اموري وانا هقعد خلاص. خدتيه على قد عقله يعني؟ يعني قلت له تمام ماشي خلاص انا اهلاوي. خدتيه على قد عقله؟ لا يعني قلت له ماشي، قلت له حاضر احنا انا اهلاويه. انا ما ماليش في الكوره يعني. انا ماليش في الكوره، انا ما اعرفش اسامي اللعيبه كلهم. انما المعلومه اللي انت قلتها لي دي ان هو ضغط عليكي هو عشان يخليكي من زملكاويه تبقي اهلاويه، دي معلومه خطيره. هو قال لي قدام الناس ما فيش بقى الكلام ده، انا اهلاوي جدا والناس عارفه انت كده بتكسفيني ولا. قلت له ماشي. تجربه الشغل معاه في الفيلم كانت عامله ازاي؟ والله اقول لك، احمد في التصوير بيبقى غير خالص الحقيقه. انا بخاف منه جدا في التصوير لان هو بيبقى متوتر. احمد بيبقى متوتر جدا في التصوير وما بيحبش الغلطات. مش ان انا اغلط في المشهد، ان هو ما بيحبش اي حاجه. عايزين نعمل مشهد صح. ما انا داخله اعمل صح، انا مش داخله العب، انا داخله بعمله صح. بس انا بخاف يعني بترعب ساعات منه، من هو بخاف. وهو بصراحه كان بيبقى بيراعي فيا يعني، بيراعيني قوي وبيهتم بيا كده وبتاع، ان هو ما يزعلنيش. انت في بينكم صله معينه يعني؟ ايوه، ما بيزعلنيش وبتاع وكده، وبيهتم قوي بالناس اللي حواليه يعني. مثلا قصقص وانور وكده بيهتم بيهم برضو قوي، وبيهتم بيا ان مفيش حاجه تضايقني. بس انا بخاف اضايقه عشان هو اصل بيقول لك انه الراجل والست لو في نفس الشغل بتبقى مساله مش لطيفه. لا بالعكس، احنا عملنا مع بعض دلوقتي سيد الشحات، كان حلو قوي. جدا المسلسل ده بحبه قوي. ولحد النهارده بيضحك بشكل فظيع. المسلسل ده نجح جدا، والناس لحد دلوقتي بتتفرج عليه بتحبه، والاطفال بيحبوه قوي. انا انبسطت قوي في المسلسل ده. ده مش اطفال، ده انا عشان انام بالليل لازم. انا بحبه، انا بضحك جدا عليه، انا بحبه قوي. لا انا انبسطت قوي معاه في الواد سيد الشحات وفي مستر اكس، والحمد لله وشي كان حلو عليه في الاثنين يعني. ما شاء الله الاثنين نجحوا وكسروا الدنيا. بحس انه دايما الزوج والزوجه في الوسط الفني ده بيبقى عليهم اشاعات وعليهم اضواء وعليهم حاجه تضايق يعني.
بص، عشان انت اخترت انك تكون ممثل، فانت اي حاجه هتطلع عليك انت لازم يعني تستقبلها وما تاثرش بقى في نفسيتك والكلام ده. انا بتاثر، انا مش هضحك عليك، انا بتاثر من الكلام اللي لو حد والله. بتاثر جدا طبعا، بس ما تقري حاجه بتضايقك تتضايق. ايوه انا مش انسانه، مش انا انسانه ولا ايه؟ بتضايق اكيد، بس يعني مش لازم ابين ان انا اتضايقت، او انا لازم ارد او لازم اقول، لا ما اقولش حاجه يعني، بسكت. انت من النوع اللي اصل في ناس ترد لا في ناس بتحب بقى الرد وترد بصوره. لا 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 لا، انا ماليش في الكلام ده خالص يعني، انا بحب حياتي الشخصيه تبقى لوحدها وشغلي لوحده يعني، ما بحبش يعني يعني شغلي يبقى بيتكلم على حياتي الشخصيه بس، اتكلمه عن اعمالي بس، عن الحاجات اللي بعملها. انما بتاثر فيكي؟ طبعا انا بتاثر جدا، انا بلاقي كومنت وحش بتاثر، بس مش ببين يعني. بتروحي تقولي له الحق يا احمد في كذا مكتوب او اكيد بقول اكيد اي حاجه، حتى لو حاجه ممكن حد مثلا كتب كومنت مش حلو على صوره عندي بتاثر شويه، وممكن ابعت للشخص ده اقول له ليه مثلا كده، والله بتاعت دايركت يعني، ابعت له ليه كتبت كده يعني، ما اصل انا انسانه برضو، ما انا مش توصل للمرحله دي بتساليهم انت كتبت كده ليه. مره كذا ويردوا عليا، بس احنا كنا عايزين تردي علينا وبتاع، احنا بنحبك قوي يعني، انا بنغشك بس طبعا بعد الجمله لو اتقالت كل الناس هتشتمني عشان ارد بقى. ايوه لا انا كده يعني عادي، بس مش كل الكومنتس يعني، الكومنتس معظمها كلها حلوه يعني، بس الكومنتس اللي هي بتبقى ممكن تضايقني او جت على حاجه ضايقتني ممكن ابعت بقى اقول طب انت ليه كتبت كذا وبتاع. بتجهزي فيلمين؟ بجهز في فيلم خلص هينزل في اجازه نص السنه اسمه بضع ساعات في يوم ما، ده روايه بضع ساعات يوم ما. ده قصص كتيره حب يعني، مش قصه واحده، قصص كتيره، في ناس كتير قوي في الفيلم ده على فكره، زي افلام زمان دي اللي هي أيوة. الفيلم مش قصه واحده، كذا قصه، هم قصص حب حصلت في 6 ساعات الفيلم. أوكي. كله الله، حلوه فكره جديده. 6 ساعات فكره جديده. هي روايه محمد صادق. دي روايه مكتوبه يعني. أيوة. في السوق. في ناس كتير في الفيلم ده، في هشام ماجد وفي سعداني وفي مي عمر وفي ناس كتير، ومحمد سلام، ميان السيد، وخالد انور، في كتير. فيلم رومانسي يعني. حلو، ايه تاني؟ هتعملي ايه تاني؟ بعمل فيلم دلوقتي بصوره انا وهشام ماجد. الله. اخراج احمد الجندي. ده كوميديا بقى اكيد. كوميدي. كله واضح انه كوميدي. ان شاء الله ده ينزل بقى في العيد الصغير. ان شاء الله يعني. بنصوره واحنا فاضلنا 8 ايام ونخلصه. ايه الحلم بتاعك؟ ايه العمل اللي نفسك تعمليه؟ دايما رايحه جايه كده تقول انا نفسي اعمل الحكايه دي، نفسي اعمل حد. انا هقول لك على حاجه، نفسي اعمل قوي دور واحده فلاحه. فلاحه؟ نفسي اعمل حاجه كده، نفسي اعمل حاجه لهجه. تلبسي بقى اللبس ولهجه فلاحة. ومن غير يعني حاجه، من غير ميك اب، من غير اي حاجه، من غير ميك اب، من غير ولهجه جديده عليا، واتعلم شعرك يبقى اسود. اكيد. على فكره بعمل مسلسل دلوقتي شعري اسود فيه عادي. اشمعنى؟ عشان الدور عايز كده. يعني طب ده انت قلت لي بحب شعري وبتاع مش ايه، تدهنيه اسود؟ ده بيرشوا انا معظم الوقت لما شعري، بس خدي بالك انا بخاف على شعري جدا، انا كمان باخد بالي جدا من الحاجات دي. هو الواحد ليه غير شعره يا اختي؟ يعني تمام، بس يعني عايز تعملي فلاحه؟ نفسي اعمل ادوار اللي هي بتبقى فلاحه صعيديه. بس تعرفي هتقولي نفسي اعمل دور، اقول لك على حاجه، نفسي اعمل دور واحده ما بتشوفش. ده مش سهل ده. نفسي اعمله، عشان انا كان في فيلم كده تركي اتفرجت عليه، ممثله بحبها قوي اسمها بيرين سات، عامله دور واحده يعني مكفوفه، بس فيلم يعني رائع اسمه بينم دونيم، يعني هذه حياتي، حلو قوي. انا نفسي اعمل حاجه كده لما مثلا كمان. واضح ان ليكي في التركي يا لوسي. مش كله، لا لا بتفرج على حاجات، بس مش كل حاجه يعني، في حاجات معينه بتفرج عليها، مش مسلسلات، مسلسلات طويله قوي. دي جميله، في افلام حلوه قوي تركي. انما لما هتعملي صعيديه هتعرفي تتكلمي اللهجه صح؟ يعلموني. انا كنت المفروض كنت هتعلم، بس يعني حصل يعني لخبطه في المواعيد، كان في فيلم هعمله قريب بس ما حصلش نصيب عشان مواعيد التصوير، كنت طالعه بدويه. فكنت هعمل بدويه بس ما للاسف ما عرفناش نظبط المواعيد. ما تحاولي تقولي لي اي حاجه كده بالصعيدي او بالفلاح. مش ما انا مش هعرف، لازم حد يبقى معايا يعني. اتجلمي معايا كده. قولي لي با والحاجات دي وعاد. نفسي بيقولوا كده دايما. انا نفسي اعمل حاجه كده واتعلم بقى، او والحروف حاجه والحروف والمعلقانون.
وانت شاطر مسلسل من المسلسلات دي شاطر. لا طبعا دي الحاجه. المسلسلات القديمه اللي انت بتحبيها؟ بحب بكيزه وزغلول قوي. يا سلام. بحبه قوي. انا بكيزه زرمالي بنت الاصول ترترا ايوه، وانا زغلول العشماوي ابن ابو زغلول ايوه. بحب المسلسل ده قوي. بحب والحاجه متولي والحاجات دي كلها بحبها. يعني بتتفرجي على القديم يعني؟ اصل انت صغيره في السن. لا بتفرج عادي الحاجات اللي اتفرجت عليها عادي، مش صغيره قوي يعني. يعني ممكن ما تكونش تعرفيها يعني. لا لا لا، قول لي الاسامي وانا اقول لك عارفاها ولا لا. يعني مثلا انت تعرفي مثلا انه كان في حاجه اسمها الليله الكبيره وكده؟ الليله الكبيره ليه ايه؟ الليله الكبيره يا عمي صح؟ ها كملي. انا مش حافظ الاغنيه. عارفاها عارفاها والله. والله عارفه ان كان في حاجه. ايوه ايوه. ما انا مش حافظ الاغنيه. طب حضرتي عمرو دياب في تملي معاكو؟ طبعا. لا طبعا ايوه ايوه، كنا مش للدرجات دي. لا لا. مسلسل غوايش؟ لا غوايش لا. ما مش واصله. لا ده ما وصلتلوش. ده قديم قوي؟ لا يعني مش قوي بس. لا ما اعرفوش. اصل انا ما بقابل حد في العشرينات ببقى منبهر. يعني مستمتع. يعني جاي من زمن تاني يعني. لا مش يعني، لا في حاجات كتير عارفاها. لا ليه يعني؟ انا مش عارفه، مش صغيره قوي. انت منبهر الناس مش قوي يعني. جدا. انا فوجئت بسنك النهارده. انت بتفكرني كام يعني؟ في الثلاثينات. كام؟ 33 34. ياه، وانا شكلي يدي كده؟ لا ما اقصدش. انما اقصد يعني قلت يعني عديت ال 30 يعني. ايوه. لا لا لسه ما عدتهمش. شهر واحد بقى ان شاء الله. شهر واحد اللي جاي. برج الجدي شهر واحد. انا اكتشفت ان انتوا اتجوزتوا يوم 11/9. 9/11. ايوه. بتضحكي ليه؟ عشان احنا اخترنا يوم غلط خالص. انا ببص النهارده لقيتكم اتجوزتوا اشمعنى 9/11؟ 11/9 ده وقت البرجين صح؟ اليوم ده اللي كان فاضي تقريبا. والله العظيم اخترنا اللي قلنا يعني نكسر الحاجز اللي هو ان اليوم ده وحش. لا اليوم ده حلو. وشفت شهر العسل بتاعكم كان فيه حيوانات؟ لا 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 لا، الشهر العسل ده كان اوحش حاجه حصلت لي في حياتي. ليه؟ ما انا وصلت 47 كيلو كان فوق وقت كنت تعبانه فيه في شهر العسل. وهو تعبك قوي للدرجات دي يعني؟ لا انا كنت جالي حصاوي. صدمه فيه مثلا؟ حصاوي على المراره. واتنقلت من البلد وجيت على مصر. لا بجد يعني هو ضايقك قوي للدرجه دي اول ما عرفتي؟ فقعلي المراره. ما قدرت اتفاعلت والله ده حقيقي يعني. طب هو حس بايه الراجل؟ انت عارفه الراجل ممكن يحس انه مثلا انا وشي حلو ومش حلو عليكي. لا لا هو انا اول ما رحت هو كان اول يومين تمام. تالت يوم بدات اتعب، وشي يحمر واسخن واعمل وانا مش عارفه فيا. انا افتكرت انا جالي تسمم. طلع ان انا مرارتي هي اللي كان فيها حصاوي كتيره جدا وكان المفروض اشيلها، بس جالي التهاب بقى في بطني كله. فقالوا له يعني اقطعوا اجازتكم وارجعوا على بلدكم. هو قال انتوا فين؟ في سنغافوره. قال ارجعوا على بلدكم لحد ما هي تبقى كويسه، وهتقعد شهر تاكل مسلوق وبعد كده تعمل العمليه. يعني مش هتعمل عمليه حتى دلوقتي، مش هينفع لان بطنها كلها. طب كانت المشاعر ايه وانتوا راجعين في الطياره؟ ان ده شهر العسل بتاعنا باظ. باظ بس يعني تمام. لا 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 بس يعني بعد كده. انت النوع اللي بتشائم وتفائل؟ جدا جدا. لا مش في شهر العسل، قصدي عامه يعني. ممكن انت ليه خايفه؟ انت ليه خايفه انه يتقال ان انت متشائمه من شهر العسل بتاعك؟ لا مش منه يعني. هقول لك انا. طب هحكي لك على حاجه. انا في كوفر موبايل حطاه. انا بقول لك الموضوع واصل معايا لايه. يعني كوفر موبايل حطاه من ساعه ما حطيته وانا على طول مخنوقه متضايقه قوي. كوفر موبايل غير حياتك. لا انا بتشائم يعني. اقولي انا من ساعه ما ركبت الكوفر الموبايل. طب ما تشيليه. شلته. طب الحمد لله شلته وحطيته. بس لسه برضه قلت في ايه الكوفر الجديد اخباره لسه ايه؟ لسه. لا ما فيش اي يعني. اقول دايما غيري كوفر يا اختي. اقول لك ايه بتشائم يعني، حتى حاجات بسيطه كده اقول ايه انا اتشائمت منه شيليه. لكن لا ما اتشائمتش من ده. قضاء وقدر بقى اللي حصل. جوازك من احمد ولا قضاء وقدر؟ لا اللي جالي اللي هو المراره. المراره قضاء وقدر يعني. شلتها وخلاص. أنا سعيد جدا إن كنت معانا النهارده. و جايز لما كنت بكلمك على السن أو كده، أنا صادف في شغل، أنا بقالي مثلا 25 سنة بشتغل في البرنامج ده، أنا عاصرت ناس كتير وهم كانوا يعني مثلا عاصرت شيرين وتامر حسني وهم 20 21 22 هم لسه بيبتدوا حياتهم. بس أما بشوف فعلا حد موهوب ببقى عارف إنه موهوب، وبشوف حد نجم بعرف انه نجم. وده برنامج النجوم والناس الناجحه جدا.
انا بهنيك على نجاحك. انا بهنيك والله، وميرسي قوي، مبسوطه قوي انا كنت معاك. وعلى فكره نادي الزمالك نادي محترم. ما انا عارفه ان وعلى فكره قولي لاحمد قولي له عمرو بيقول لك انه السنه دي هتكون سنه الزمالك، وقولي لاحمد يا احمد ان الزمالك سنظل اوفياء، وان احنا ان شاء الله ولازم ترجعي تاني للزمالك يا هنا. أحب. انا عايز اشوفك بعد كده في مدرجات نادي الزمالك. ماشي. مش جايه لابسه ابيض اهو. انا اهو والله انا عشان البرنامج مش عشان حاجه. طيب لابسه ابيض. بشكرك شكرا. انا اللي بشكرك والله، مبسوطه قوي.